لا وشي كذي تسألني تقولي ما ايش رايك في مسلسلات دنيا سمير غانم؟ وايد تعجبني دنيا سمير غانم واتابع مسلسلات. السنة هذه ما شفت المسلسل مالها، حاول ذكرتوني اقعد اطالعه بس يعني مالها. حتى السنة اللي طافت يعني لهفة، كذلك العمل اللي سويته السنة اللي طافت مع اختها كان جدا جبار، احبها، خفيفة الدم وعندها حضور ونجاح وموهبتها عالية.